مؤتمر المائدة المستديرة عام 1939 من الميلاد. كانت الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت في 1936 من الميلاد قد دخلت عامها الرابع، وشعرت بريطانيا أن الأمور تكاد تفلت من سيطرتها، فقامت بريطانيا بتحركات سياسية لمحاولة احتواء الثورة. وفي شهر فبراير من عام 1939 من الميلاد أعلنت بريطانيا إلغاء مشروع تقسيم فلسطين دولتين. كذلك دعت إلى عقد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن بحضور وفود الدول العربية والقيادات الفلسطينية والقيادات اليهودية في محاولة لإخماد الثورة، لكن المؤتمر باء بالفشل فيما بعد. مهد الفشل الذي أصاب مؤتمر المائدة المستديرة الطريق أمام بريطانيا لتعلن وحدها الحل الذي ترى. فأصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض في مايو عام 1939 من الميلاد، وشكل هذا الكتاب إلى حد ما نصراً سياسياً للفلسطينيين، فقد أقرت بريطانيا بشكل حاسم أنه ليس من أهدافها أن تصبح فلسطين دولة يهودية. وأعلنت بريطانيا سعيها إلى إنشاء دولة فلسطينية خلال 10 سنوات، وتحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال 5 سنوات، بحيث لا يزيد عدد المهاجرين على 75,000 يهودي، وبعد ذلك لن يسمح لليهود بدخول فلسطين إلا بإذن العرب. حاولت الحكومة البريطانية أن تثبت أمام العرب أنها ستعمل على تطبيق سياساتها الواردة في الكتاب الأبيض، فأصدرت في 28 من فبراير عام 1940 من الميلاد قانون انتقال الأراضي بأثر رجعي من تاريخ صدور الكتاب الأبيض في مايو من عام 1939 من الميلاد، وبموجبه قسمت فلسطين إلى 3 مناطق يمنع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود في قسم منها، ويحدد في قسم ثان بموافقة المندوب السامي ويطلق في القسم الثالث. لم تكن هذه الإجراءات إلا طعما استخدمته بريطانيا لتهدئة الوضع الفلسطيني المشتعل وإخماد الثورة الفلسطينية بالطريقة السياسية بعد أن فشلت في إخمادها بالقوة. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.